بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو شاهد الفنانة السورية سوسن أرشيد وشقيقها المثير للجدل، وتزوجت من الفنان غزوان الصفدي ثم الفنان مكسيم خليل، وتعرف على أولادها وما لا تعرفون عنها. شاركت الفنانة السورية سوسن أرشيد متابعيها على انستغرام صورة جديدة لها التقطت بعدسة شقيقها الأصغر ميغا أثناء قضاء العطلة الصيفية في أسبانيا، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها الطبيعي وطلبوها بعدم اللجوء لعمليات التجميل مثل بقية الفنانات، كما طلبوها بالعودة للشاشات مرة أخرى. وميغا أرشيد الشقيق الأصغر للفنانة سوسن أرشيد، ويعمل كعارض أزياء ومغني، وقد أصدر أغنية عام 2019 دعما للمثاليين، الأمر الذي جرى عليه انتقادات واسعة. وكان لشقيقته الفنانة سوسن أرشيد نصيبها من هذه الانتقادات، خاصة عندما عادت نشر الأغنية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت دعمها لكافة الحريات والحقوق الشخصية ومنها حقوق المثليين. وتزوجت الفنانة سوسن أرشيد مرتين، الأولى من الفنان غزوان الصفدي وانتهت بالطلاق، وفي عام 2004 تزوجت من الفنان مكسيم خليل الذي يحمل الجنسيتين السورية والروسية مثلها. والفنان مكسيم خليل كان متزوجا من الفنانة يارا خليل ابنة عمه، وأنجب منها ابنه هاني، ولكنهما انفصلا. وتعرف إلى الفنانة سوسن أرشيد في كواليس مسلسل عشنا وشفنا، وارتبطا عاطفيا ثم تزوجا. ويعيش الثنائي الفنان مكسيم خليل والفنانة سوسن أرشيد حياة مستقرة في فرنسا، وقد رزقا بولديهما جاد عام 2010 ولوكاس عام 2016، وهي على علاقة طيبة مع ابن الفنان مكسيم خليل الأول هاني، ويعيش معهما. ولدت الفنانة سوسن أرشيد في 11 من يوليو عام 79 في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية لأب سوري يدعى كميل أرشيد وأم روسية تدعى ناديجدا، وحصلت من خلالها على الجنسية الروسية. وشغفت الفنانة سوسن أرشيد بالفن منذ أن كانت طفلة، وقد حظيت بتشجيع ودعم والدتها التي كانت دفعتها للمشاركة في الأنشطة المدرسية المسرحية. وبعد أن أنهت دراستها الثانوية وحصلت على شهادة البكالوريا، درست العلوم التجارية وتخصصت في علوم إدارة الشركات. والتحقت الفنانة سوسن أرشيد بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 2000، ودرست في قسم التمثيل وتخرجت عام 2004. وقد ضمت دفعتها الفنانين أسامة حلال وشادي مقرش ونهيد فياض وريم زينو. وبعد التخرج شاركت الفنانة سوسن أرشيد في البداية بأدوار صغيرة، وكان ذلك في مسلسلي سر الكنز وأيام اللولو عام 2001، وعام 2003 شاركت في إحدى لوحات الجزء الثالث من سلسلة بقع الضوء.
وفي العام التالي شاركت في الجزء الرابع بالإضافة إلى مسلسل مدينة المعلومات وبطولة الفيلم القصير عن الحب. الفنانة سوسن أرشيد شاركت في عشرات المسلسلات السورية والعربية، فكرس عام 2006 حضورها كنجمة سورية قادمة بقوة. وشاركت الفنانة سوسن أرشيد في مسلسلات مشاريع صغيرة ومرايا 2006 وعلى طول الأيام والقضية 6008 وأحقاد خفية وكسر الخواطر، وجسدت في مسلسل كسر الخواطر شخصية الفتاة المغلوبة على أمرها مصرة بطريقة لافتة، فظلت الشخصية عالقة في ذهن المشاهد السوري حتى يومنا هذا. وشاركت الفنانة سوسن أرشيد في عدد من التجارب السينمائية، نذكر منها الفيلم القصير عن الحب عام 2004 وفيلم الهوية عام 2007 وفيلم صديقي الأخير عام 2012. وفي عام 2018 شاركت الفنانة سوسن أرشيد في فيلم يوم أضعت ظلي عام 2018، إنتاج سوري لبناني قطري فرنسي مشترك. وفيلم يوم أضعت ظلي حاز على جائزة مهرجان البندقية في دورته 75 وجائزة مهرجان الكرامة في الأردن، إضافة لمشاركته في العديد من المهرجانات العالمية من بينها مهرجان لندن، كما حاز على جائزة أفضل فيلم، وحازت بطلته الفنانة سوسن أرشيد على جائزة أفضل أداء في مهرجان المرأة في الفيلم والتلفاز في فانكوفر في كندا في نسخته 14 لعام 2019. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.